أحبان المشاهدين أينما كنتم سلام المسيح ونعمة الرب معكم أنا قصد خشابة ومعكم في حلقة جديدة من برامج السراج المنير وإحنا مستمرين في دراستنا لرسالة غلاطية السراج المنير هو كلمة الله وأصلي في هذا المساء باسم يسوع أنه فعلا تكون حياتك فيها نور المسيح ونور الكلمة واعلان كلمه الله ياتي الى حياتك. معي في الاستوديو الاخ روميل زيه اهلا وسهلا اخي الحبيب. اهلا قسيس حبيبي. نشكر رب لاجل وجودك معنا مره اخرى. اجمعين شكرا. امين واحنا مستمرين في دراستنا لرساله غلاطيه. وعرفنا من حلقات اللي مضت اللي درسناها عن بولس دي دافع عن الانجيل اللي ينادي بي. وايضا يدافع عن رسوليته ضد المهودين اللي اجوا حتى يخلون كنائس غلاطية او اهل غلاطية يرجعون مرة ثانية بعد ما ان امنوا بالمسيح يرجعون مرة ثانية للناموس ويتحفظون الوصايا والتقاليد اللي كانت اليهود يعملوها وصلنا اليوم اخي الحبيب دراستنا الى الاصحاح ثلاثة نعم ويبدي بولس الرسول يكون شوية قاسي سمين. على أهل سمين. غلاطية فياريت نقرأ من الإصحاح الثالث سمين. من عدد واحد إلى عدد خمسة, خمسة. سمين. تفضل القراءة الأصحاح الثالث من رسالة غلاطية أحبائي المشاهدين والأعداد واحد إلى خمسة يقول بولس الرسول أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق انتم الذين امام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا اريد ان اتعلم منكم هذا فقط ابي اعمال الناموس اخذتم الروح ام بخبر الايمان اهكذا انتم اغبياء بعدما ابتداتم بالروح تكملون الآن بالجسد هذا المقدار احتملتم عبثا إن كان عبثا فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم أبي أعمال الناموس أم بخبر الإيمان آمين, آمين. شكرا أخي الحبيب أحبائي بولس نشوف في هذا المكان نوع من القساوة ويمكن شوية كلمة الأغبياء آه يعني شوية صعبة أن يعني الواحد لما تقول له هذه الكلمة آه لكن أكيد بولس كان عنده حق آه كان من غيرته على كلمة الله وعلى أهل غلاطية لا. لأنه هذا مصير لا. أبدي آه الخلاص فأخر ميل يعني لا. في عدد الأول أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم ليش دي ناديهم بالأغبياء وإيش كلمة رقاكم نعم قسيس شكرا على هذه الأسئلة يعني إحنا دا ندرس رسالة غلاطية طبعا نعم و احب اذكر الموضوعين الرئيسيين مثل ما تفضلت بالبدايه اللي بولس الرسول ده يحاول أنه يتكلم بهم مع الغلاطيين نعم وهو أنه صحة الإنجيل اللي كان ينادي به أه. أنه هو من الله من نعم. أخذوا من الرب يسوع المسيح مباشرة مه. ورسوليته أيضا هو رسول من المسيح نعم وليس كما يتهم أنه رسوليته هي أقل من بقية الرسل الرسل نعم وهذا دافع عنه عن رسوليته في الأصحاح الأول والثاني الثاني. بشكل عام مم. الآن في الأصحاح الثالث والرابع طبعا يحاول بولس رسول يدافع عن العقيدة الصحيح. الصحيحة أو نعم. الإنجيل الصحيح اللي بشرهم للغلاطيين به نعم. واللي على أساسه تأسست كنائس غلاطية. غلاطيه فلذلك هو يدافع هنا في الاصحاح الثالث والرابع عن عقيده التبرير بالإيمان. بالايمان نعم م -م. وطبعا مثل ما نعرف الكتاب المقدس يقول لاننا لانكم بالنعمه انتم مخلصون, مخلصون م -م. بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه الله ليس من اعمال لكي خلية. لا يفتخر احد لاننا نحن عمله نعم. مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فأعدّها لكي نسلك فيها نعم. فالخلاص هو بالنعمه وحدها بالايمان وحده, وحده بالمسيح وحده هذا الشيء مهم جدا وهذا كله الله عمله وهذا كله الله احنا ما لنا دخل فيه احنا ما لنا اي دخل ما لنا اي دور فيه هو كل بالفعل. عمل الله, الله مقدم مجانا نعم للذي يقبل صحيح نعم هو الاداه اللي ناخذ بها هذه النعمه آه يعني نعمه الخلاص هي الايمان فالايمان هو يعني الاداه اللي نستلم بها نعمه الله انه المسيح مات من اجل خطايانا واحنا رح نخلص فقط بعمل المسيح اللي عمله على الصليب بموته نعم. على الصليب وما لنا اي دخل دور اي دور طبعا مجرد احنا بدنا نقبل مجرد احنا بدنا نقبل ما عمله القبول هو الايمان الايمان يعني ده آمن ده ثقتي بالشيء اللي عمله المسيح على الصليب من اجل انا يعني اخذه شخصيًا انا شخصيا انا لمن اخذه بالايمان انا حنال الخلاص وحيكون عندي الحياه الابديه بالضبط اللي صار مع اهل غلاطية شنو حتى بولس يوصل الى درجه نعم يعني يقول لهم انتم اغبياء ومنو اللي رقاكم بالضبط شنو اللي صار معهم امين قسيس آه كلمه الاغبياء استخدمها الرب يسوع المسيح مع تلميذي عمواس عمواس لما في آه لوقا 24 وعشرين. كان بعد القيامة طبعا م. ظهر لهم وابتدى يمشي إلى أن وصل وياهم دا يمشون مع بعض م. وهو سألهم شنو القضية فقالوا له أنت غريب كذا كذا قاموا يشرحوا له طبعا نعم. عن يسوع المسيح الناصري أنه كنا نرجو هذا المزمع أن يفدي إسرائيل م. يعني لكن هو يعني صار له ثلاثة أيام من مات يعني وبعدين الرب ابتدى شوي شوي يشرح لهم بس ابتدى ايضا يقول لهم ايها الغبيان والبطيئة الفهم فهم. في كل ما حصل طبعا م. يعني فاستخدم كلمه الغبيان م. وكلمه الغبي يعني هي تقريبا بما معنى انه واحد عنده عقل بس ماذا يستخدمه يعني عنده عقل بس ماذا يستخدمه للفهم يعني ف أه كانه عنده جهل او عفوا أه أه اهمال لاستخدام مم. العقل العقل نعم فكانه بولس يقول لهم ايها الغلاطيون الاغبياء يعني انتم مدى تستخدمون عقولكم يعني نا. المفروض انتم تستخدمون عقولكم يعني مم. بعدين يقول يسال من رقاكم كلمه مم. رقاكم هذه طبعا يمكن الترجمه العربية مثلا مثل مت خمسه او الموعظه على الجبل لمن يستخدم يقول من قال يا اخي رقى بس م. هذه الكلمه تختلف عن ديتش طبعا م. م. رقاكم هنا مره واحده مستخدمه في العهد الجديد فقط في ما ضلوبة. مستخدمه بس في غلاطية الاصح الثالث العدد الاول و بولوس يريد يوصف حاله الغلاطيين ف ما عنده فد كلمة يعني من خلال استخداماته في العهد الجديد لكن استعار مما يستخدم في خارج العهد الجديد او لا. في العالم اليوناني نعم فهي كلمة يونانية تعني بما معناه انه ايذاء يعني شخص يعمل ايذاء لشخص اخر يؤذيه طبعا بس من خلال ايش؟ من اعمال من خلال كانه اعمال السحر تقريبا العرافه نعم. مع انه هذا ما ينطبق يعني بشكل حرفي على الغلاطيين نعم. لانه هم مؤمنين م. ساكن فيهم الروح القدس م. لكن يعني باستخدام شيء مثلا مواعيد كاذبه م. مثلا أمور مثل ما تقول عقائد كاذبة نعم. فهم الغلاطين هنا مؤمنين حقيقيين مولودين ثانية نعم. لكن هذا الذي يحصل أيضا في أيامنا وعبر القرون من بداية الكنيسة طبعا إذا هذا الكلام هو في بداية الكنيسة الأولى نعم. واستمر في كل التاريخ وحتى في ايامنا وحيستمر الى مجيء الرب في كثير تعاليم بدها تطلع غلط وناس بدها تتبع هاي التعاليم نعم. أه يعني انا اتصور بولس هنا أنا يعني كانما بده يوجه كلام قاسي على غلاطيين نعم. انتم بعد ما انقبلتوا النعمه نعم. بعد ما انذقتوا المسيح أه من هو اللي نقدر نقولها غسل عقولكم مم. مم. حتى ترجعون حلو. مره ثانيه للناموس نعم شلون سمحتوا لهذول المعلمين الكذبه مم. اللي اجوا وغسلوا عقولكم حتى ترجعون مره ثانيه للناموس كأنما بهاي الطريقة كان كأنما بهذه الطريقه بولس كان يوجه الكلام لل نعم نعم قسيس طبعا نحن نعرف الغلاطيين بشكل عام اغلبهم اللي هو حاليا هم في مكان يعني اللي كانوا فيه في تركيا طبعا فاغلبهم من الامم كانوا ما كانوا اغلبهم من اليهود قليل جدا من اليهود ولكن اغلبهم كانوا من الامم ف لما رجعوا للناموس هم مدى يرجعون لشيء كانوا سابقا فيه يعرفوه يعرفوه يعني, او يعني كانوا تحته نعم وبعدين قبلوا المسيح بالخلاص يعني بالايمان بالمسيح نعم وبعدين الان اجوا المهودين ورجعوهم على الناموس لا نا. طبعا لكن بعضهم طبعا كان من خلفيه يهوديه فهنا كلمه من من رقاكم من بالمفرد باللغه اليونانيه نعم آه رقاكم يعني بما معنى سحركم آه أسركم آه بحيث غير عقولكم تفكيركم عقولكم بهالشكل يعني م. فحتى لا تذعنوا للحق م. معناها أي عدم إذعان يعني مطاوعة طاعة لا. للحق هو أنه الشخص كأنه مسحور مسحور م. شنو بأنه التعاليم اللي ابتدا ياخذها هي تعاليم مزيفه هي تعاليم غير حقيقيه هي تعاليم ضد الحق الالهي الحقيقي وأخروميل نعم. ايضا هي اهانه للمسيح بالضبط هذا اللي يعني يستنتج بولس الرسول يعني يعني انتم يا غلاطيين بعد ما انقبلتوا النعمه نعم ترجعون للناموس كانما تقولون للمسيح انت خلاصك مو كامل. بالضبط. وهذه اهانه كبيره للرب, للرب يسوع. للرب المسيح ولما عمله الله من اجل البشريه كلها. صحيح. وفي ايامنا هذه أخرميلها بالضبط. يعني بالضبط. في ناس كثيرين نعم. آه يحاولون انه خلص انا حتى اخلص ويكون عندي حياه ابديه آه انا اؤمن انه المسيح مات على الصليب. نعم. لكن أنا محتاج أسوي إضافة بعض الأمور نعم. بعض الأعمال حتى يكمل خلاصي مم. وهذا يعتبر إهانة بالفعل. كبيرة ضد عمل الرب يسوع المسيح على الصليب مم. لأنه هو على الصليب قال قد أكمل صحيح. أنت ما محتاج تسوي أشياء أخرى مم. حتى تنال الخلاص مم. كأنما المسيح يقول أنا كملت العمل انت بس مد ايدك واخذ بالايمان نعم. حتى يكون عندك حياه ابديه هو هذا الحقيقه قسيس نعم. بالفعل مثل ما تفضلت فاي يعني في ايامنا هذه اي انحراف عن الحق م -م. للمؤمنين الحقيقيين نعم أنا طبعا اقول كيف. للمؤمنين يا. الحقيقيين اما اذا مؤمن بس بالاسم يعني م -م. مسيحي اسمي نعم فهذا ما مشمول به، اوردي هو بعده خارج عن دائرة الخلاص الولادة ونعمل. الجديدة، نعم. خارج الخلاص مم. اللي الرب يسوع المسيح قدموا له. فأي انحراف وعدم طاعة للحق الحقيقي مم. لأي كنيسة موجودة نعم. كنيسة حقيقية نعم. أي انحراف عن الحق الحقيقي هو كأنهم مسحورين أو يعني ضالين عن الحقيقه، ماذا يستخدمون كانه حسب تعبير بولس طبعا نعم نعم متى يستخدمون عقولهم في معرفه الحق الالهي الحقيقي اللي نعم. يريد الكتاب يعني يوضح لنا اياه يعني. اللي موجود بين ايدينا بحسب كلمه الله, الله. يقول من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق حتى ما تطيعون الحق نعم. العدد اللي بعده انتم الذين امام عيونكم نعم. قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا مصلوب. ربما واحد يسأل نعم. طب يعني هم الغلاطيين وين كانوا لما المسيح انصلب انصلب ورسم طبعاً. أمام عيونه صحيح يعني واحد يريد يفهم هذه الآية نعم. يمكن أحبان المشاهدين يفكرون في هذا الشيء احنا غلاطيين وين هم صلب المسيح وين حتى فرق بالزمن نعم. فرق بالمكان يعني كل هذه أكيد هم ما شافوا بعيونهم. بعد صلب المسيح مده بعد المسيح كم؟ بالزمن، كذا سنين، نعم. فايش قصد بولس الرسول لما انتم اللي رسم المسيح امام عيونكم وياه مصلوبه. نعم قسيس، احنا نعرف تقريبا يعني سنه 30 ميلاديه ان صلب المسيح، نعم وهي الرساله تقريبا سنه 49 ميلاديه، ففرق يعني حوالي 19 20 الى 20 سنه. سنه نعم. فلذلك هم ما شافوا بعيونهم الغلاطيين نعم اللي هم امميين نعم ما شافوا بعيونهم آه يسوع المسيح بيناتهم مصلوب ومصلوب نعم زين بعيونهم يقول امام عيونكم عيونكم واياه مصلوب نعم يعني <تصفيق> <تصفيق> فلذلك آه بولس الرسول تيريد يقصد يعني انا لما اجيت مم. كلمتكم مم. بالانجيل وضحت لكم مو بس المسيح اللي انصلب على الصليب، والدماء اللي نزلت، والعرق اللي نزل، والالام اللي كان جاز او اجتاز فيها، ولا صرخات الشعب، ولا الناس اللي يعني جدفوا عليه اذا انت كنت المسيح نفسك خلص نفسك وايانا بالنسبه للمصلوبين اللي وياه. أو إذا كان هو المسيح فلينزل الآن نصري. فنؤمن م. أنه هو فعلا المسيح يعني آه ويعني مو مو هاي الأمور آه اللي شافوها لكن بولس رسول أثناء توضيحه للإنجيل ممكن حكى لهم بكل وضوح آه يعني إيش آه جرى في الصليب وليس ذلك فقط فيما جرى بالنسبة للرب يسوع المسيح في جسمه لكن ما اختبروا أيضا لاهوتيا إيش اللي حصل مثلا روحيا إيش اللي حصل خلاصيا إيش اللي حصل على الصليب كيف أنه المسيح أخذ خطاياكم يا غلاطيين وانطاكم بره بالمقابل فحسبت خطاياكم عليه وحسب بر لكم نعم كأنه هو صار الخاطئ وأنتم صرتم البارين أو الأبرار نعم فبهالطريقة يعني بولس بكلامه نعم آه رسم لا. يسوع المسيح لهم كأنه أمام عيونهم إيش؟ مصلوب مصلوبا يعني واحد يقول كأنما كيف واحد عنده لوحة إعلانات بالضبط وأجي اكتب عليها الاشياء اللي انا اريدها او ارسم عليها الاشياء اللي انا اريدها. نعم. فانما كانما بولس سوى لوحه اعلان. نعم هي هاي الكلمه الغلاط. رسّمة رسّمة لوحة. هي هذه لوحه اعلان يعني في الاسواق. نعم. يعلن عن شيء معين مثلا. يعني. فكانما نعم. جاب الغلاطين وجاب هذه اللوحه اعلانات ورسم كل الاشياء اللي مر فيها الرب يسوع المسيح طبعا. اثناء كراسته أه نعم. هذا هو اياه مصلوب امام عيونهم لذلك أه هو عفوا قسيس نعم. اقاطعك هنا لذلك يوصفهم بالاغبياء انتم يعني ما تستخدموا عقولكم مم. مو نرسم قدام عيونكم مم. يسوع المسيح مصلوب مو اخذ خطاياكم وانطاكم بره نعم. يعني انتم ما تستخدمون عقولكم يا. هي بصراحه اخر من ما مم. في اغبى نعم اغبى سوري من الكلمه نعم. لكن ما في اغبى من انسان بعد ما ان يذوق النعمه صحيح يرجع مره ثانيه الى العالم ويرجع الى الاشياء اللي بالعالم ويرجع الى الناموس هذا هو قمه الغباء صحيح يعني بصراحه يعني صح. حتى بوقتنا هذا مو بس في وقت غلاطيين اللي كانوا امم نعم وقبلوا المسيح وبعدين جو المعلمين الكذبه سحروا عقولهم غيروا عقولهم ورادوا يرجعون الناموس ففعلا هذا هو قمة الغباء وحتى في أيامنا إحنا هذه يعني لما أني كإنسان نعم. ذقت المسيح وعندي الكلمة وعندي الروح القدس بعدين أقول لا لا خليني أرجع يمكن أنا ما متأكد من خلاصي أريد أسوي فلان فلانشي فلان أعمال هذا هذا هو قمة قمة الغباء وقمة الغباء أيضا لما لما يكون في تعاليم خطأ نعم وانا اتبعها اقبلها واقبلها نعم. فهذا ايضا هو الغباء بعينه لذلك احنا عندنا الكلمه نعم. ولازم, نكون سراج المنير. سراج المنير <applause> ولازم نكون مدققين سراج المنير سراج اللي هو برنامجنا ولازم نكون مدققين فاحصين ال الكلمه أهل. مقارنين الروحيات بالروحيات الروحيات. حتى نفهم التعليم الصح وما نكون محمولين بكل ريح, ريح تعليم مهم. اي واحد يجي يقول لنا كلمه يلا نمشي معاه مهم. لا لكن دائما حصح. مدققين بالضبط. فاحصين الكتب كتب. واكيد كلمه الله هو السراج المنير بالضبط. لحياتنا نروح أه للايه اللي بعدها بالضبط. يقول اريد ان اتعلم منكم هذا فقط أه بس هذا اللي يدع عرفة من عندكم بالضبط أبي أعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإمام. الإيمان يعني أريد اعرف من عندكم جاي يقول لهم الغلاطين اريد اعرف من عندكم هذا الشيء بس بس هذا الشيء قولوا لي لما انتو اخذتم الروح القدس نعم لما سكن الروح القدس فيكم, زين كنتوا تعملون اعمال ناموس ولا استقبلتوه اخذتوه باللي سمعتوه بواسطة الايمان اخذتوه بخبر يعني اللي هو الخبر هنا رسالة الانجيل الانجيل اللي نعم اللي سمعتوها مم. واستقبلتوها نعم بالايمان مم. فهل أنتم اخذتم الروح القدس حصلتم على الروح القدس واللي سكنكم بواسطة اعمال الناموس انتو كنتوا تعرفون اصلا الناموس يعني انتو ما عندكم ناموس اصلا ما كان عندكم ناموس نعم بالفعل مم. واذا كان يكلم اليهود, اليهود أه يعني الناس اللي في غلاطيه ومن اليهود اللي هم قليلين غالبا مثل ما قلنا فكانوا ايضا يكلم اليهود يعني المسيحيين من خلفيه يهوديه ويقول لهم يعني انتم كنتم اخذتم الروح القدس يعني ارجعوا الى اختباركم انتم اللي اختبرتوه وصرتم مؤمنين حصلتم على الروح القدس بسبب انه كنتم تعملون اعمال الناموس، ما انتم كنتم بالناموس بالنسبه يعني لليهود هذول كل شيء ما قدرتوا تسوون، ما ك... ما كنتم تقدرون تخلصون بالناموس. فانتم تريدون ترجعون للناموس؟ مم. هل انتم اخذتم الروح القدس بعمل الناموس باعمال الناموس؟ لا تقتل لا تزني لا مم. لا لا لا, لا هذول واذا كان حسب تعليم اليهود 613 وصيه وصية نعم. فهل بأعمال الناموس اخذتم الروح القدس ولا بخبر الايمان الخبر اللي سمعته من عندي انا وبرنابا مثلا اذا كانوا م -م. بالنسبه لهم ف بخبر الايمان طبعا نعم. أه هنا يسموه ريتوركال question يعني أه سؤال بلاغي يعني جوابه جوابه يعني يكون طبعا بخبر الايمان فهم يعني ما كانوا يعرفون هذا الشيء لكن لما سمعوا رساله الانجيل قبلوا مم. رساله الانجيل بالايمان مم. ولذلك سكن الروح القدس اخذوا مم. الروح القدس بسبب انه سمعوا رساله الانجيل وامنوا بها فنقدر نقول انه هذه الايه تتكلم عن عطيه الروح القدس نعم وعطيه الروح القدس ما ممكن الانسان ياخذها لانه إلا. مثل ما نعرف في العهد القديم كان الروح القدس يحل على بعض الناس مش الكل صح. على الانبياء الانبياء عندهم رساله الكهنه, الكهنة على الملوك كان على الملوك فكان نعم. يحل وليس يسكن صح. لكن عهد النعمه الروح القدس الانسان لما يقبل الرب يسوع المسيح ايش لما يقول مثلا في اعتقد رسالة أفسس أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس فالإنسان لمن يؤمن فإنما هنا كأنما الغلاطيين لمن آمنتم أنتم ختمتم أخذتم عطية الروح القدس هذا بالنسبة للأمم اليهود أنتم يا يهود ما أنتم كنتم قبل في الناموس ما كان عندكم عطية الروح القدس لكن لما آمنتم بالمسيح اخذتم عطية الروح القدس, القدس، فهذه الآية تتكلم عن عطية الروح, الروح القدس, القدس، وعطية الروح القدس ناخذها فقط بالإيمان بالرب يسوع المسيح. بالفعل. نيجي الآية اللي بعدها نعم يرجع مرة ثانية آه عفوا قسيس نعم. اقاطعك بس نعم. يعني بالمناسبة على أعمال الناموس نعم أخذوا الروح القدس أم بخبر الإيمان. إحنا نعم. نسمع في الأيام هذه نعم. وعبر التاريخ الكنيسة أيضاً إنه أنت تأخذ الروح القدس بالمعمودية مع الماء وهذا أيضاً مو صحيح. مو صحيح هذا أيضاً الناس اللي يمشون وراء هذا الشيء قد نعم. سحروا مم. يعني ما استخدموا عقولهم ما استخدموا مم. فهمهم لكلمة الله مم. لكن مم. بخبر الإيمان برسالة مم. الإنجيل مم. واحد يأخذ الروح القدس وليس بمعمودية الماء مم. ومثل ما نعرف يعني إجي على بالي هسه نعم قصة كيرنيليوس في أعمال عشرة صحيح هذا كان واحد أممي أممي ولما راح بطرس وحكى عن المسيح وبشره نعم. هو وكل أهل بيته صحيح سمعوا الـ الـ الرسالة, الرسالة حل الروح القدس عليهم نعم قبل ما يقول لهم لازم تتعمدون أه لازم ترجعون للناموس يمكن هو بولس بطرس عفوا راد يقول لهم انت أه لازم ترجعون اولا تصيرون مسيحيين أه وبعدين زائدا الايمان بالمسيح وبعدين يعني تنالون الخلاص لكن الرب ما سمح له ما سمح له ما خلاه يكمل بالضبط مباشره يقول حل الروح القدس على كرنيليوس واهل بيته والناس الموجودين بالفعل فاعتمدوا بالروح القدس يا فايش قال فطرس شنو اللي يمنع هذول حتى يتعمدون بالماء؟, بالماء. فإذن فاذا هم اخذوا عطيه الروح, الروح القدس, القدس بعد من امنوا بالمسيح بالفعل وبعدين اتعمدوا بالماء, بالماء. فهذا هو الدليل انه عطيه الروح القدس نعم. ما اقدر اخذها لما اتعمد بمعموديه الماء صحيح. لكن عطيه الروح القدس اخذها لما اسلم قلبي للمسيح واخذ الايمان بشخص الرب يسوع المسيح نعم. هذاك الوقت راح اصير هيكل للروح القدس, القدس والروح القدس يسكن, يسكن فينا امين, آمين. نقدر نكمل على الايه اللي بعدها نعم. يقول هكذا انتم اغبياء هم, هم يرجع مره ثانيه على نفس الكلمه بالضبط أبعد ما ابتداتم بالروح, بالروح تكملون, تكملون الآن, الان ايش؟ بالجسد فهو حقه يعني لما ينطق هاي الكلمه نعم دا يشوف اناس عرفوا المسيح وامنوا بالمسيح وبعدين نعم. ايش يسوون؟ يرجعون مره ثانيه يتركون على المسيح ويرجعون على امور بشر دي يسووها صحيح فايش تريد توصل في هذه الايه؟ شكرا فكرة في الآية. آه يقول ابعد ما ابتداتم بالروح م. يعني بداية حياتنا إحنا لما مم. يسكن الروح القدس فينا نعم. بالإيمان نعم. برسالة الإنجيل مم. بالإيمان بالرب يسوع المسيح اللي انصلب مم. من أجلنا بالإيمان أنه هو أخذ خطايانا مم. وأعطانا بره, بره. فهذه رسالة الإنجيل اه تبتدي الحياة المسيحية الحقيقية هنا نعم. يولد الانسان المؤمن بالرب يسوع المسيح والانسان المخلص يولد الولاده الجديده فيبتدي بواسطه الروح القدس هذا عمل الروح القدس يبدي في حياتنا طبعا يبتدي في حياتنا عمليه الولاده الجديده هي بفعل شخص واحد لا. اللي هو الله وحده لا. يجري العمليه عمليه الولاده اما بقيه حياتنا إحنا مع الروح القدس نتعاون بإنه نعيش حياة القداسة لما نسمح للروح القدس يحيا فينا طبعا وعدنا كلمة الله اللي هي سراج منير وعدنا المسيح نفسه طبعا فالإنسان هنا بعد ما يبتدي بالروح القدس لازم يكمل أيضا حياته نعم بالايمان، نعم يعني لما امنا اخذنا الروح القدس نعم وابتدى الروح القدس يعني يقودنا في حياتنا، نعم ينور كلمه الله امامنا في خلوتنا ايضا نفس الشيء، طبعا نختلي مع الرب يسوع المسيح، الروح القدس يعين ضعفاتنا، الروح القدس يشفع فينا يرشدنا، يعزينا، يعزينا يعلمنا يذكرنا، يعني كثير صفات رب ذكرها عن الروح القدس صحيح في في كلمه الله. نعم. فيقول بعدما ابتداتم بالروح م. تكملون الان بالجسد يعني كانه تتكلون على الامور الجسديه مثل طبعا حسب المهودين الختان yeah. آه عمل اعمال الناموس، no. الطقوس، التطهير، الاعياد آه الامور الطقسية يعني اللي يتطلبها الناموس فهل انتم كانه عمل المسيح ناقص وانتم تريدون تكملوه بامور جسديه الامر اللي حصل لكم هو كان بفعل الروح القدس فابتداتم بالروح لكن انتم تريدون الان تكملون بالجسد وهذا مو صحيح لذلك يبتدي الايه يقول اهكذا انتم اغبياء لانه لانه دا ترجعون مره ثانيه إلى مرة ثانيه الى القشور والى الامور الجسديه بالضبط احنا وقتنا خلص نعم بنعمه نعم. رب حنكمل في الحلقه القادمه دراستنا للاصحاح الثالث آه. احبائي المشاهدين اينما كنتم نشكر الله لاجلكم سعداء انه نكون معكم ونتواصل مع بعضنا البعض ايضا اذا كان عندكم اي سؤال اي استفسار ممكن تراسلنا على ارقام التليفونات الظاهره اسفل الشاشه وبكل محبه نقدر نتواصل مع بعضنا البعض الى ان نلتقي فيكم في حلقه اخرى نترككم في رعايه القدير